اطار ديال فريق ديال تارودان، شكرا له على حسن الاستقبال، كرم الضيافه صراحه، الناس طيبين. غنتبعوا معكم اذا انطلاقه، اذا ماذا ستفعل هنا نزيه؟ نزيه هي الاولى. مرتبة أولى. شكرا، هنيئا للبنات، عناق بين البنات، هذه هي الرياضة، هذه هي الرياضة وهذه هي الأخلاق. نزيه أجي عندي، أجي نزيه، خليك تماك. مبروك عليك البطولة الوطنية، فتوقيت المغربي النبوي لحنا التوقيت، فنزيه وئام بطلة عربية سلطنة عمان. كيف كانت التجربة ديالك في إسماعيلية بمصر؟ كانت مزيانة بحكم أنني دوزيام كاديت، شاركت مع لي جونيور ولي سينيور، استفدت منهم بزاف. السباق كان مزيان، يعني أنني غادا مع أكبر مني، يعني كيكون داك ستريس شوية، ولكن كتقول أنني يعني واخا هكاك درت شي حاجة مزيانة أنني راه غادا مع جونيور وسينيور. دابا ديتي ميدالية ذهبية في سلطنة عمان في 400 متر أي، وبقيتي كاديت، وهاد التركية دعم كاديت في الطائف ان شاء الله. فغير ما نحتاج على الميداليه دابا، خصنا نقلبوا تاع التوقيت. هنا التوقيت، شحال عندك الركور ديالك؟ 14.55. الرقم القياسي كاديت 14.38، وهاد الرقم راه قريبه له بزاف. راه لا ما حطمتيش هذا، راه صافي، راه طلعتي العام الجاي غطلع جونيور، مش غيبقى تماك، خصو يتحطم ان شاء الله، وما بقى يمكن تحطميه الا ان شاء الله يكون دابا نيت يكون تحطم. الله يعلم. شحال دارت اخاي؟ شحال؟ 14.19. بلاتي يا اخوان، وقيلا رقم قياسي 14 ياك؟ 14.19، والرقم القياسي عند سوسن وهبي من الوداد 14.38. إذا هناك رقم قياسي وطني يجب التحقق منه، يجب سرعة الرياح، فرقم قياسي إخواني أخواتي أمامكم صاحبة الرقم. ها؟ إذا سرعة الرياح قانونية 1.2، ليست هناك سرعة. إذا أقول لك هنيئا لك، في انتظار لومولوغاسيون الرسمية من الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، هنيئا لك لأنك استطعتي ديري بطلة المغرب، ميدالية ذهبية في بطولة المغرب، ورقم قياسي وطني. تبارك الله عليك بنتي، الله يعاونك. شكرا. كنوجه التحية ديالي للأستاذ ديالي البرنوسي، ما حبش نحب أنا يكون معايا اليوم، ولكن كنقول لي بلي هذا التوقيت هذا كان هدي ليه، حتى بسبب التدريب ديالو اللي كيحرص عليها يوميا. كنبغي نشكرو بزاف، واستاذ سعيد واستاذ مصطفى اشواق، حتى هو كنوجه لهم تحيه. انا خصك تبداي بالرئيس هو الاول، تشكري السيد الرئيس سي اشواق، قولي تحيه ليك، لان السيد الرئيس وفر كل الظروف، الفرقه ديالو، الاولاد ديالو، وبانت العمل ديالو، بان العمل ديال الرئيس بان من خلال النتائج اللي تحقق دفاع الحسين الجديدي، ولات تكراسي مع الاوائل، ولات دير ارقام ودير انوقات ودير، هادشي راه مهم جدا، وما يمكنش الرئيس يشتغل بوحدو ولا ما كانش معاه اوتور، راه ضروري خصو يكونوا مع الجناوح ديالو، هما الاوتور التقنيه اللي خدمات تتعطي نتائج، تيطلع كلشي. والوالي ما تكلموش على الوالدين، الا ما كانش دعات الوالدين ما كاين حتى شي حاجه. تبارك الله عليك بنتي، شكرا لك، شكرا. اذا نرجعوا رقم قياسي وطني. إلى السلسلة الثانية، وتنافس كبير، وفوز العداء بالمرتبة الأولى. يا سلام يا سلام، ولا تنشوفوا عندنا بنات المستوى العالي، يا سلام، والله العظيم مستوى جيد، مستوى جيد، مستوى جيد للبنات ديالنا.
ما شاء الله هذا مستوى، هذا مستوى جيد الحمد لله. اجا بنتي عندي هنا قدامي، خليك واحد دقيقه، خليك تماك حدايا، خليك حدايا، رجعي واحد شويه. هاني لك الاسم ديالك اسراء قريشي، نادي اونفا. اونفا اونفا ما عندي، شوف حيت نشوف اونفا في المينين في الاولى، وتنشوف اونفا في السيري الثانيه في الكاديس الاولى. هناك عمل، هناك اطار يهتم بمسابقه تقنيه. شكون هو؟ استاذ بو حميده. برافو على بو حميده اللي تعطينا نقيلات بحال هاد البنيتات هادو لي زيبروف تكنيك. علاش عرفتي السيري الثانيه؟ حيت السيري الاولى مجهده. مجهده عليك؟ شحال لعبات هادي؟ سي النبوي الاولى في السيري الثانيه 15 48 هما لعبوا 14. كنت نتمنى تكون تنتي راكي راك زوينه، تنتي راكي واعره، تنتي واعره. لا ما عنديش التليفون، هو خدام به، ما عنديش جوج تليفونات، عندي واحد. تبارك الله عليك ابنتي، شكرا بزاف. لما تقولي شكرا اليوم بهذا السباق الجميل، واخا ما شوف واخا ما ربحتيش انت الاولى في المجموع، راك درتي سباق رائع ابنتي. الحمد لله هبطت الكرونو ديالي، حيت الكرونو ديالي كان هو 16 18 16. وصلتي على 15، برافو عليك ابنتي. انت راه يمكن العام الجاي تولي تلعبي 14 فاصيلما، ان شاء الله ما غاطولي شي شويه، وليت تبغي شويه الطوله ومع لا تكنيك عندك غتكوني واعره انت ان شاء الله. واستمري في ليهي، عندك يقول لك لا نديوك لهنا ونجيبوك لهنا، خليك في ليهي، راه حتى هي مسابقه مزويونه. شكرا، تبارك الله عليك يا بنتي.